يعني بداية حتى نوضح الصورة أكثر للمشاهدين وللجهات المسؤولة اليوم اللي تتابعنا وللوزارة. اليوم كيف استقبلتم هذا القرار؟ شنو كان شعوركم؟ والله بالبداية القرار كان صادم لكل خريجين الجامعات الأهلية، كون كنا يعني احنا متفائلين جدا يعني ومطمئنين لأن جامعاتنا معترفة بالحكومة المركزية، لكن للأسف فوجئنا أنه عندما نشرت رابط الاستمارة للخريجين الأقسام الطبية فوجئنا أنه الجامعات الأهلية المعترف بها في وزارة التعليم العالي في بغداد لم تكن متواجدة، وتواصلنا ويا الجهات قلنا شنو السبب. بالبداية قالوا أنه جامعة العفو وزارة التعليم العالي في بغداد علقوا الاعتراف بالجامعات الأهلية في الإقليم. طيب سألنا عن الأسباب وما وحاولنا طيب بالبداية قبل الأسباب تحدث لنا عن القصة من البداية، يعني كيف تم الوصول إلى هذا القرار؟ شنو الأخبار اللي وصلتكم أو نتاج الموضوع، يعني كيف صار هذا الموضوع؟ تمام، بالبداية احنا أول ما عرفنا أنه لاغين الاعتراف تواصلنا ويا الجهات المعنية في بغداد وفي أربيل أيضا، عرفنا الأسباب، قالوا أنه لأن حكومة الإقليم وزارة التعليم العالي في الإقليم لاغي الاعتراف في بعض الجامعات الحكومة المركزية غير معترف بها في الإقليم. أكو كم جامعة؟ تقريبا 5 جامعات غير معترف بها في الإقليم. بغداد أو الحكومة المركزية قالوا إحنا نعاملكم بالمثل ونلغي الاعتراف بالجامعات الأهلية مالتكم. طيب زين، إحنا شنو سببنا؟ أوكي خلي يلغون الاعتراف. طيب مو هسه خريجين دفعة 23 هم انضموا للجامعات سنة 2018 19 كانت الجامعة ما تعرف بها. طيب وطلبنا طلبنا من وزارة بغداد، قلنا لهم زين زودونا بالكتاب انه يدل على انه الغاء الاعتراف. لحد الان ماكو اي كتاب رسمي، اي كتاب رسمي يدل على الغاء الاعتراف بالجامعات، فقط هذا الكتاب اللي زودنا حضرتك فيه انه المعاملة بالمثل. طيب يعني هل ما هي الأسباب الحقيقية؟ يعني هناك بعض الإشاعات أو التصريحات حول أنه ربما تكون هناك أهداف سياسية، هل فعلا ممكن يكون أكو شيء؟ والله احتمال، يعني كل شيء وارد. يعني الصراحة ما من قالوا لنا هم أن المعاملة بالمثل، ماكو نص قانوني يدل على هيك كتاب أنه يطبقوه على مستقبل الخريجين. خلينا نقول ممكن تكون أكو أهداف سياسية، يعني احنا تواصلنا ويا بعض يعني هم اهل المسؤولين. اي نعم، قالوا ممكن يكون هذا الشيء سياسي، ممكن يستخدميكم انتم اداه ضغط على وزاره الاقليم في سبيل انه يعترفون بالجامعات الغير معترف بها جماعه المركز. طيب انتم قدمتوا اعتراض الى الان، ما سبب الاعتراض؟ معلق يعني الى الان، ما الاسباب؟ ما وصلتكم اي معلومه او مستجدات حول هذا الموضوع؟ نعم قالوا سالنا في وزاره التعليم العالي في بغداد، قالوا الى ان يعترفون لحكومه الاقليم في الجامعات الاهليه الغير معترف بها ذاك الوقت ان نشيل التعليق، اما عدم هذا ما راح نشيل التعليق. يعني اكو امل في التغيير او اعاده النظر بهذا القرار؟ هو القرار، هو اصلا القرار ما صادر رسميا، يعني ماكو شيء يعني كتاب رسمي انه يدل لاغين الاعتراف، فقط هذا الكتاب، يعني حتى ما ذاكر اسم الجامعات، حتى ما واصل للجامعات. تمام؟ طيب يعني هذا القرار بسهوله يتغير بس في سبيل انه يوصلون الى حل ويتفقون بيناتهم. طيب شنو موضوع استمارات التعيين على الموقع الالكتروني؟ يعني هل هناك خلل بالموقع ام فعلا هناك يعني تم الغاء الجامعات اللي انتم بيها؟ لا ماكو اي خلل، الاستماره صار لها 35 يوم كانت فعاله واليوم غلقوها. تمام؟ فقط موجودة في الجامعات الحكومية، أي جامعة أهلية ما ضايفين. سبب الغلق لإصدار هذا القرار طبعا؟ ماكو أسباب أخرى يعني؟ سبب غلق الاستمارة أنه هي هاي الفترة المحددة مالتها كانوا محددينها شهر وغلقوها. تمام؟ قبل شهر من فتح الاستمارة مال المهن الصحية كانت هناك استمارة أيضا إلكترونية
للأقسام العلوم الساندة التابعة لوزارة الصحة كانت تتضمن الجامعات الأهلية. نعم. تمام؟ نعم. كانت تتضمن الجامعات الأهلية، لكن إحنا يعني ورا شهر قالوا إنه ما معترف بها. يعني هل من المعقول بالاستمارة العلوميين الجامعات كانت معترف بها، أما بالاستمارة المهن الصحية قالوا اللغو الاعتراف؟ يعني الصراحة هذا الشيء احنا يعني مستحيل نصدقه، لانه هي اصلا كانت معترف بها. طيب.